التي غالبا لا تبحث عن استغلال الفرص والمواد غير المستغلة أو غير المؤتمنة لتقدم منتج أو خدمة جديدة، وهذا الذي تقول المؤسسات الناشئة لها. الحل الأمثل هو أن نجعل اختصاص المبادرة وإعطاء الفرصة للطلبة المتخرجين خاصة لتسجيل أفكارهم على أرض الواقع في عالم الشغل والاقتصاد. ومن هذا المنطلق فإن الجامعة كمؤسسة عمومية وأكاديمية مؤمنة بصوابية دعم الطلبة المتخرجين لتجسيد الابتكار والمؤسسات الناشئة التي توفر الحاضنة الطبيعية لمرافقة القاوي المستقبل منذ البداية عبر مساعدته لطلبة أفكاره وتقديم الخطة العلمية والعملية اللازمة ليرى مشروعه النور، وذلك عبر ترشيده نحو كل الهيئات العمومية والتسهيلات التي تدارها الدولة من أجل نجاح مشروع المقاولاتية والحاضنات والمؤسسات الناشئة. ختاما، باسمي وباسم الأسرة الجامعية لأي تي مشرف، أتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبة الأعزاء في دراستهم ومسارهم المهني، وأتمنى أن هذه المبادرات التأسيسية ستتوج إيمانهم وانخراطهم في مسار الاقتصادي والاجتماعي الهام الذي سيفتح آفاقا رحبة لكل المتخرجين والعودة بالنفع على الاقتصاد الوطني والتنافسية الجزائرية في السوق العالمية. وفي الأخير أقول أن الشباب هم ذخيرة وضمان المستقبل، وأن المقاولاتية مسعى اقتصادي جدي أثبت نجاحه في العديد من المجتمعات المتطورة. عاشت الجزائر حرة سيدة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.